في تورط لاسم مسؤول كبير، مسؤولين كبار جدا كبار. موجودين يعني الأي مدى حجمهم الأي مدى يعني كبار جدا. الملف ده يا فندم، الملف ده يعني في مفاجآت جامده جدا. يعني بس يعني مسؤولين تنفيذيين مثلا؟ احنا مسؤولين تنفيذيين ومسؤولين كبار وتجار ومافيا معروفين، وفي ناس سافرت بره مصر، وفي ناس اختفت، وفي يعني ناس من داخل الحكومه. حضرتك بتقول اكيد يا فندم، امال يعني احنا دلوقتي سيادتك لما بنتكلم على فساد، ما هو الفساد قال الدكتور الفساد ده بيبقى ايه؟ ما بيبقى مشترك. وحضرتك يقدر يعني، ما هو الصومعه دي والشنه دي مين مسؤول عنها؟ ما هو التموين والزراعه ولجنه، فين اللجنه دي من الفساد اللي موجود؟ طب خلينا بس نصغر الدايره شويه، هل هؤلاء المسؤولين هم من وزاره التموين اللي هم بيتعاملوا مع الصوامع، المسؤولين اللي بيتعاملوا مع الصوامع من وزاره التموين؟ يا فندم اللجنه نفسها، اللجنة نفسها منين حضرتك؟ ما هم التموين والزراعه والصادرات، يعني دي لجنه مسؤوله عن 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 هذه الشنية او الصومعة. لا انا مش فين اللجنه دي من فين اللجنه دي من انا بس عشان عاوز اصغر حجم المسؤوليه. مين ما هو هو اللجنه المسؤول المسؤول عن الصومعة ده، ايه مصلحته في ان هو حضرتك يبقى عنده في الشنية او في الصومعة 20,000 طن قمح خده فعلي، ايه المصلحه ان هو يكتب 30,000 او 40,000 طن؟ مصلحته يعني مين اللي هيحاسب على الكلام ده؟ اكيد حد، او دي دايره حضرتك، منظومه القمح دي دايره بتنتهي في الاخر لرغيف العيش. فالدايره دي اللي تنتهي لرغيف العيش اللي هو يعني بيضرب الشعب المصري الكادح في لقمة عيشه. فده لازم يتضرب من ايدي من حديد، ولازم يقف عند نفسه. يقف عند نفسه ازاي؟ يقف عند حده ازاي حضرتك؟ بمنظومة محترمة ان شاء الله هنعملها في التقارير في الاخر، اللي هو ان الدعم يوصل للفلاح مباشرة، ويبقى السعر العالمي، والدكتور يعلق على الكلام ده، السعر العالمي للقمح يتساوى بالسعر المحلي. يبقى احنا كده مفيش الالف جنيه اللي هي بين القمح المستورد والمحل، اللي هي دي اللي بيطمع فيها المسؤول، وبيطمع فيها كبار التجار والمافيا اللي هم شغالين في قوت الشعب بقالهم سنين. لكن خلاص ان شاء الله باذن الله هذا العام باذن الله هيبقى اخر عام فساد للقمح، وان شاء الله بس يا رب الحكومه يعني تاخد بتقرير تقصي الحقائق اللي هيتعمل، لان احنا قعدنا مع خبراء ووزراء سابقين ومسؤولين سابقين في القمح وفي التموين وفي الزراعه، وخدنا خبراتهم، وبعض منهم قالوا ان احنا فعلا اتكلمنا في الحكومه، واكد الكلام ده الدكتور، اتكلمنا مع الحكومه في حاجات زي كده كتير، وقلنا ان المنظومه دي عشان نقفلها و نقضي على الفساد في توريد القمح لازم يدعم الفلاح مباشر، وينتهي الوسيط من هذه المنظومة.